ممنوع ديال المسابقات ما يمكنلكش توقع الفوز يعني لان كاين فوت كاين جمهور كذلك كاين فنانه معك في لا كاتيجوري اللي تبارك الله فنانين كبار بزاف يعني كل ميور غان واللي عنده شي جمهور غادي يفوت عليه ان شاء الله راه غادي يربح اللي عنده اعمال ناجحه كذلك حتى هو غادي يربح حنا اليوم كلشي رابحين ما كاينش ان غانيون بريسي ولا شي فنان اللي غادي يكون احسن فنان لا بالعكس هذا تتويج للاغنيه المغربيه الاغنيه الشبابيه الفن المغربي دونك فوالا ان شاء الله كنتمنى الخير لكل الاصدقاء الفنانين اللي معايا في الحفل وكنتمنى كذلك الخير ليا بطبيعه الحال الا كان الفوز مناسب مرحبا غادي يكون نهار كبير كان الفوز مناسب فنان اخر كنتمنى له الخير انا ورضوان يعني دائما كنتلاقاو ودائما كنجلسوا ولكن هذيك فوطو من بين التصاور من بين اللقاءات الاخرين اللي ما علناش عليهم ولكن ما عمرنا زعما ما عمرنا تلاقينا هضرنا في العمل ولا شي حاجه لان بيناتنا صداقه كبيره اكثر من العمل عندنا صداقه كبر من العمل او ان كولابوراسيون انا وياه ولكن الا كانت ان شاء الله شي حاجه علاش لا الزواج ماشي شي حاجه اللي كديرها بين ليله ونهار تدبير سنين يعني الواحد خصو يفكر لان الفيوتشر ديالك تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب